سلام. كلموا برازيلي. بجد حاجة ولا أروع، وبرضو جمهور المغرب عليه أمل كبير جدا إنه يعمل شغل عالي السنة اللي فاتت مما تأهله للفترة اللي جاية إن شاء الله في المونديال الدور الثاني. أهو بصوا يا جماعة كمان، بصوا الجمهور. حاجة في منتهى الجمال، جمهور رائع جدا جدا جدا. الجمهور ده ما رجعش شوية، ما رجعش شوية، ما رجعش شوية، ما رجعش شوية. Look, I'm from Egypt, I suppose. Morocco, I think Morocco will go to the next round, inshallah. Sure, sure. Sure, for sure. Inshallah. That's World Cup for Arab. And Arab will make history in this World Cup, and I think Morocco the nearest one to go to the next round. Sing with us. Yes. Sing with us. Sing, 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 sing. Morocco. Okay, thank you, my friend. خلاص يا جماعة كده نطلع من وسط الجمهور. بجد عملوا شغل عالي جدا جدا. أهو أهو موروكو 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 عاملين شغل تاريخي. يلا يا معلم. يلا كلموا برازيلي. أهو آخر حاجة في الأهزيم هنسمعها. أهو بصوا النقطة، بصوا يا جدعان الجمهور أهو واقف بشكل رائع جدا جدا. Morocco! Kiss ya, Morocco! Morocco! Hey!
حاجة عظيمة جدا جدا جدا. يلا ده أكبر تجمع لجماهير المغرب من يعني ساعة ما جيت بقالي 10 أيام هنا، ده أكبر تجمع لجماهير المغرب. ناس عاملة شغل عالي أوي 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 أوي. بص كله أهو مزيك ظريفة لايف والوليد وتسلم عليك. واضح ان في جمهور مغربي كبير جدا حضر للقطر. زحمة جماهير مغربية، زحمة جماهير مغربية بجد حاجة رائعة جدا. سوق واقف رائعة جدا. عايزين نقول ان في جمهور من البرازيل. برازيل، فهل دول برازيليين فعلا ولا دول منين بالظبط؟ دول شكلهم برازيل فعلا. اي اي يو ار فروم برازيل؟ يس يس يو سبورت ساو باولو. يس يو ار فروم برازيل. اوكي يو ويل وين ذا وورلد كاب اور وات؟ يس. Tell me. Yes, of course. Of course. But six times we'll be champions. Look, they said.